مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في رسالة جديدة من الرسائل الرمضانية، ويسعدنا أن تكون معنا خلال هذه الرسالة دكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية. برحب بحضرتك، وكل عام وحضرتك طيبة وبخير. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم جميعكم بخير يا رب. يا رب. اسمحي لي حلقة اليوم عن الأم، واسمحي لي أن احنا كده تصحبينا في إطلالة سريعة حول مفهوم فقه الأمومة، ما المقصود بفقه الأمومة، وأيضا كيف كرم الإسلام الأم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. ربنا سبحانه وتعالى والإسلام ورسالة الإسلام وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أولى اهتمام عظيم بالمرأة في كافة مراحل نموها، من أول لما كانت طفلة إلى يعني آخر مراحل حياتها. ومن ضمن المراحل المهمة في حياة كل أنثى كونها أم. المرحلة دي مهمة جدا ومرتبطة بيها من أول نشأتها، من أول مرحلة في نشأتها إلى يعني على مدى حياتها. يعني إيه أم؟ يعني إيه المصطلح العظيم اللي يتحدث عنه رب العزة سبحانه وتعالى وأوصى بيها في القرآن، واللي أوصى بيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن له أهمية عظيمة في حياتنا كلنا. يعني إيه أمومة؟ الأمومة ده المعنى العظيم العميق اللي ممكن يبقى كمصطلح بسيط جدا، لكن في مضمونه بيتضمن معاني عميقة جدا ومعاني موجودة في كل فتاة غريزية بتولد بيها وبتنشأ معاها لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليها بالفيوضات والمواقف اللي تثبت فيها فعلا يعني حقيقة الغريزة دي. عشان كده المرحلة دي مهمة جدا وبتؤثر في كافة يعني في المجتمع كله، وبتؤثر في جميع أفراد الأسرة والمحيطين بها. علشان كده بنهتم بالحديث عنها وبنهتم بتوضيح أهميتها وإزاي يعني كانت لها دور في المجتمع. هل في مقومات معينة للأم؟ طبعا في مقومات معينة للأم. علشان تبقى أم بجد لازم تكون نشأت صح، لازم تكون بداية، قبل ما أتكلم عن مقوماتها هي والحاجات اللي تتميز بيها، إزاي كانت هي في نشأتها يعني تدرجت في التنشئة عشان تبقى أم بجد، عشان تبقى بالمعنى الصحيح اللي هو بيؤثر في المجتمع بشكل صحيح. الأم من كونها من أول لما كانت طفلة صغيرة، الإسلام اهتم بتربيتها تربية صحيحة. الإسلام أوصى بتربية الفتاة تربية صحيحة، وربنا سبحانه وتعالى أو يعني على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتربية الصحيحة للفتاة وأولاها اهتمام عظيم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على المعنى ده في إن اللي بيربي فتيات بيكون له الجنة. يعني تحدث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث عن الدور أو الأب اللي بيرعى أكثر من فتاة، ازاي ربنا سبحانه وتعالى جعل له مكانه عاليه، وازاي كنا له يعني بابا وسبيلا الى الجنه، علشان يحفز كل اب انه يهتم بالفتاه. بعد ما كانت البنت قبل الاسلام بتؤد، بعد ما كانت البنت بتبقى مدعاه يعني، لان كل اب يعني يتوارى من الناس انه هو خلف انثى. لا، دلوقتي الاسلام اكد على اهميه كونها يعني قوام واساس موجود في المجتمع. الاسلام اهتم بيها وجعلها سبيل للجنه. يعني اكيد كل اب هيفكر كتير جدا، انا زمان كنت انا او كان اي اب قبل الاسلام كان بيتوارى ويتخفى من الناس ويستتر، وكمان كان بيقتل بنته لمجرد ان هو انجب انثى. دلوقتي لا، انت بانك بتربيها تربيه صحيحه، بتنشئها تنشئه سليمه، ما بتميزش بينها وبين ابنك الذكر، وتعمل ليها مكانتها في البيت او في الاسره اللي هي فيها، بتحس بكيانها، لا لك الجنه. ودي مرحله مهمه جدا، بتنشا البنت يعني على أسس قويمة، بتنشأ تربية على تربية صحيحة، بعد كده توصل للمرحلة اللي خلاص بقت النهاردة أنا بختار زوجة، أنا واحد ببحث عن فتاة علشان أتزوجها. البنت دي علشان تبقى زوجة لازم تكون متميزة بصفات معينة تحدث عنها الإسلام برضو، وتحدث عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال تنكح المرأة لأربع: مالها وحسبها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين. أكد على المعنى ده طبعا، علشان برضو هنتكلم في مرحلة جاية عن مقومات الأم وإن هي تكون صاحبة الدين، فأكد على إن الأم أو الزوجة الصالحة تكون ذات دين، علشان خاطر الدين هيبقى قوام بعد كده لحاجات كتير هتربي عليها أبنائها. عشان كده أنا بختار زوجة صالحة تكون صاحبة الدين. مفيش مانع طبعا إن أنا أتطلع لكل الأشياء التانية، لكن جميل جدا إن هي أول شيء أنا أتطلع إليه إن هي تكون صاحبة الدين. بعدين بعد كده خلاص اختار الزوج الزوجة الصالحة. دلوقتي ازاي يا ترى هي هتقوم بدورها بقى كأم؟
زي لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقها بأبناء هتؤدي دورها معاهم بشكل صحيح. علشان تبقى أم بجد يعني لازم تكون متدينة خلوقة، وده اللي اتكلمنا عنه في الحديث قبل كده، فاظفر بذات الدين. طيب أنا أم متدينة، هربي أولادي تربية صحيحة، هحافظ عليهم، هكون قدوة ليهم، هربيهم على أساس وأركان الإسلام اللي هي نشأت عليها من أول لما كانت طفلة صغيرة، علشان تبقى أم بجد هتتقبل وتسمع أبنائها وتكون واعية. مهم جدا نأكد على معنى الوعي والتدارك ده أو الإدراك. كتير أمهات ممكن يكونوا متعلمات، كتير أمهات ممكن يكون معاهم شهادات كتير جدا، لكن مش مقياس بصراحة عشان أنا أكون أم صالحة. أنا ممكن أكون أم بسيطة جدا في التعليم، لكن عندي مقومات الأم اللي بجد، عندي المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجده وأراده في كل أم، عندي المعنى اللي ممكن من خلاله أنشئ أسرة وأطفال يتميزوا في المجتمع، ويكون أنا المشكاة اللي أخرج الأبناء دول للمجتمع. علشان كده أكون واعية، أكون عارفة قيمة الدور اللي أنا بأوديه في المجتمع، مش أكون متعلمة وعندي شهادات معلقاها على الحيطة وعندي حاجات كتير ومجلدات وكتب قرأها وعندي حاجات أسردها على الناس. المهم التطبيق، أنا عشان أكون واعية المهم أطبق الدور اللي أنا منوطة بتنفيذه في المجتمع ده بشكل صحيح. أنا أنتقل من كونها واعية ومدركة إن هي ما تكونش أم عصبية، لأن بجد بجد فكرة كون الأم بتبقى عصبية في البيت ده بيؤثر تأثير سلبي جدا على الأبناء. بخرج أولاد عندهم مشاكل نفسية كتير، بخرج أولاد بيعانوا معاناة صعبة من إن أنا مضغوط مش عارف أعبر عن نفسي في الأسرة اللي أنا عايش فيها، مش عارف يعني أعبر عن الحاجات اللي جوايا أو الضغوط النفسية اللي ممكن أواجهها برا. أنا لازم أكون أم واعية مش عصبية، صبورة جدا جدا علشان أكون أم بجد، علشان أستحق المعنى والتشريف اللي ربنا سبحانه وتعالى شرفني بيه وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات. ليه؟ مش من فراغ، علشان المعنى ده بما فيه من تشريف له تكليفات كتير جدا. لو أنا أديتها بشكل صحيح فعلا هستحق المعنى ده، أستحق أكون الأم اللي تحت رجليها الجنة، أستحق الأم اللي أتصف بالصفة اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجدها فيا كأم، أستحق المعنى اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به، أمك ثم أمك ثم أمك. مش أي أم هتبقى هي الأم اللي المفروض تكون هي تحت رجليها الجنة. بكل تأكيد وبعتذر على المقاطعة، وبكل تأكيد أيضا الحديث عن الأم لا ينتهي ويحتاج إلى العديد من الحلقات، ولكن اسمحي لي أن نذهب إلى فاصل قصير نعود بعده لنسأل حضرتك سؤال في غاية الأهمية. كيف جسد القرآن الكريم عاطفة الأمومة، وما هي نماذج الأم ونماذج الأمومة في القرآن الكريم؟ ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود إليكم. مشاهدينا الكرام نجدد الترحيب بحضراتكم، وأيضا نجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. بنرحب بحضرتك مجددا يا دكتورة، وكنا بنسأل حضرتك قبل الفاصل كيف جسد القرآن الكريم عاطفة الأمومة. القرآن الكريم ذكر العاطفة دي ويعني وساق أمثلة ليها في أكثر من مثال. في مثال كلنا يمكن عارفينه وبنتكلم فيه وبنسمعه كتير جدا، قصة أم سيدنا موسى. جسد القرآن الكريم صورة الأم اللي قد إيه كانت شغوفة وقد إيه كانت بتتصارع داخلها المشاعر الجياشة بين خوفها على ابنها اللي خلاص هو معرض للقتل من فرعون اللي خايف على ملكه، بين كونها أم المفروض تخاف على ابنها أو تسعد بيه لأن هي جابته خلاص للدنيا. الصراع النفسي اللي كان موجود داخل أم سيدنا موسى في الوقت ده مش أي أم ممكن تتحمله، إلا الأم اللي حقيقي حقيقي حست بأن ابنها فعلا معرض للخطر، وأنا بختار وربنا سبحانه وتعالى ألهمني بفضله وكرمه أنه خلاص أنا علشان أنقذه من الحتف اللي المفروض هيلاقيه زي كل الأبناء في الوقت ده أن أنا ألقيه في اليم. فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليها أن هي ترضعه فتطعمه، فيكون في شيء منها ومن المعاني اللي خاصة بالأم اللي بتربطه بيها خلاص دخل جوف سيدنا موسى عليه السلام وهيربطه بيها طول الحياة، وربنا سبحانه وتعالى برضو ما حرمهاش من أي تربيه وإن هي تخاف عليه، فأوحى برضو لابنتها إن هي تعرض عليهم المرضع اللي هي هتبقى مين؟ إن هي برضو هتبقى أم سيدنا موسى عشان ينفذ وعد الله سبحانه وتعالى ويتم يعني
ويكون الإرضاء الإلهي من رب العزة سبحانه وتعالى لأم موسى علشان تكون خلاص أنا سمعت كلام الله. وده برضو مثال للأم المتدينة الواثقة بالله سبحانه وتعالى. أنا لو ما كنتش واثقة برحمة ربنا سبحانه وتعالى ما كنتش ألقيت ابني في اليم، لو ما كنتش واثقة برحمة ربنا سبحانه وتعالى ما كنتش هيبقى جوايا اليقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيعيده إلي وإنا جاعلوه من المرسلين كمان. يعني مش هيبقى أي حد، ده هيبقى نبي، وهيبقى نبي عظيم. وكلنا بنقرأ قصة سيدنا موسى تكاد تكون هي القصة الأكثر ذكرا في القرآن الكريم. ده مثال عظيم جدا لو نظرنا لقيمة الأم، ونظرنا لرحمة الله سبحانه وتعالى بالأم، ونظرنا للدور اللي ممكن تؤديه أي أم. مجرد فكرة أرضعيه دي برضو رسالة عظيمة جدا ربنا سبحانه وتعالى أوصى بها الأمهات في قصة سيدنا موسى. فكرة الرضاعة مهمة جدا جدا جدا. يعني الرضاع بالنسبة للوليد شيء مهم جدا، إن هو يكون من أمه، إن هو يكون بالطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها فطرة في البشر. دلوقتي في ناس كتير ممكن ما تنظرش للموضوع بالأهمية دي، لكن لو فكرنا فسيولوجيا وطبيا كل شيء بيقول لا أنا لازم يبقى كل أم يعني تنظر للموضوع ده إن هو رسالة. لا، الرضاعة أمر مهم جدا، تحدث عنه القرآن الكريم، تحدث عنه رب العزة سبحانه وتعالى في الرسالة اللي ألقاها لأم موسى بالوحي. ما ينفعش أغفل عنه ولا غض عنه الطرف أبدا. عايز أنتهز فرصة وجود حضرتك معنا كعضو في مركز الأزهر العالمي للفتوى، وتشرح لنا كيفية الاهتمام بفقه الأمومة والأسرة في تعليم الفتيات. إحنا دلوقتي ذكرنا أن مرحلة مهمة جدا جدا علشان أنا أكون أم أن أنا أنشأ تنشئة صحيحة. هو ده بقى الإسلام ما تركش أي مرحلة إلا واهتم بيها. الإسلام اهتم بالفتاة من الأول، لما يعني وعد أبوها بتربيتها اللي هيربيها تربية صحيحة بأنه هو يكون له أو هي تكون له طريق للجنة. التربية الصحيحة شيء مهم جدا عشان أنا أخلق أو أوجد فتاة تكون نافعة في المجتمع، ده تكون تقوم بدورها الرئيسي في المجتمع، تكون أم. مهم جدا برضو عشان أنا أؤدي دوري كأم وأربي بنتي صح إن أنا ما نشغلش عنها. مهم جدا نتكلم عن المعنى ده لو أنا حتى ما ذكرتوش قبل كده، إن أنا ممكن أكون أم وأم عاملة وبتشغلني نفسي أكتر بكتير جدا من الدور المهم اللي أنا المفروض أؤديه في البيت. مهم جدا عشان بنتي تلاقيني موجودة وقت ما تحتاجني، علشان أكون أم صالحة مربية للفتاة دي بشكل صحيح، إن أنا أكون موجودة في كل مراحل حياتها وهي لسه طفلة، وهي شابة في مرحلة المراهقة، وهي خلاص بدأت تكون البذرة إن هي تكون أم بعد كده. مهم إن أنا أقوم بالدور ده. الإسلام ما أغفلش أي مرحلة من المراحل. الإسلام اهتم بالفتاة وبالتربية، فالأم لما تكون واعية ومدركة ومتدينة هتربي فتاة بشكل صحيح. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وكل هذه الرسائل عن الأم والأمومة. شكرا جزيلا دكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كانت معنا في هذا اللقاء في رسالة رمضانية. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء في رسائل رمضانية قادمة بإذن الله.